السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال اليوم. البنات اليوم غادي نحاول دابا هذه الوقيته ديال عبد الفتاح، يعني كيجي في هذه الوقيته دابا تقريبا شي 6 او 6 قد قد. المهم وما درت لي لا بوطي لا ما عمرت لا اتاي لا حتى شي حاجه. دابا نستنى رده الفعل ديالو. كي دايره جنات؟ شوفي تشوفوا حالته، يعني ما ملبسه ما والو، نص السروال. دابا هو غيدخل، اش غادي ندير؟ انا ندير راسي كانني كنت كنصور يعني فيديو وغيدخل عند نعطيها بالمدير. المهم راه سمعت الباب وقيلا تحل الباب، غنشوف دابا وين نتوما معايا. غنطيح نغوت عليه مزيان تنعصبو وشوف رد الفعل ديالو. يلا زيد. المهم خليكم معايا البنات، راه سمعت الباب لتحتاني تحل، يمكن يكون هو. الا كان هو غادي نمرضو اليوم ديال المعقول. يلا ماشي هو البنات. المهم حنا دابا كنتسناو حتى نسمع الباب تحل وانا معاكم. دابا غزكي جيتي؟ كيفاش هادشي؟ بنت كي دارت هادشي؟ ما بغيتي تجي تصور؟ بغيت من الصباح ما خلاتني نصور لا فيديو لا حتى شي حاجه. هو دات ليا هذاك ديال الضو شوي كانت غتحرق وما عمرت لك لا اتي لا حتى شي حاجه. كيفاش هو ما غنعمرش لك حتى انا؟ انا يدي بوحدي، ما حلتي لا هادشي ديال الدار، ما حلتي لبنتك دارك وكتهبش كاين شي فار، ما حلتي نطيب لك، ما حلتي اليوتيوب. كيفاش نعاسة؟ كاين شي نعاس دابا؟ دابا رجعت دابا. اما شغليش انا، المهم راه ما عمرت لك لا اتي لا حتى شي حاجه، راه ما كاين والو. ولي عاوني شويه بالدريه، عاوني شويه بالدريه، راه محلتني بزاف. نعم شنو شنو هذا؟ اما ساعه بغاهم ما غنحيدهمش. واش ما حيدتيهم؟ ما غنحيدهمش. بغيت غنصغدار واش تسال؟ بغيت ويلا واش كاين شي مشكل؟ ما كاين شي مراه كتصبغ ظفرانها. لا تخرجيش بيهم. نخرج بيهم انا حره. تخرج علاش تخرج؟ نخرج بيهم بصحتي. انتما كيديروكم بحال الجنيه. بصحتي بغيت الماكي، كاين شي مشكل؟ حتى كلشي باغي تحبسني، ما تماكيش، ما تخرجيش، ما تصبغيش، ما ديريش الدخايا. داكشي دخلت داخل دير باطاي ماك تمام؟ بصحتي انا بغيت ندير داكشي كيعجبني انا باغا نديرو، كاين شي مشكل؟ بدل الصباغ البارح اللي كنت دايره عاود دير دابا واحده اخرى. يلا موت بالسم، ناك حتى الحكام كله فين باغي تنوصلو؟ واش عندك تيا تمام؟ واش انا كنقول اش كاين البنات؟ والله بدا صافي عصبت ديال المعقول. اجي عفتاح عفتاح كاع ما شاف الكاميرا. انا تعصبت ديال الصح. زيد اج اش كاين البنات؟ شديتي يد المعقول ولا لا؟ صدقت خاصة العصا. هو البنات راه ما كيحمش الصباغه، راه العدو ديالو هو الصباغه. نخرج بها في الزنقه ولا هذا نكون بوحدي مازال معاه ماشي مشكل. وانا حاولت باي طريقه، ما عرفتش شنو غادي ندير ليه، باي طريقه بغيت نعصبو شي مشكل. المهم البنات يعني حاولت يعني باي طريقه غير شويه نشد فيه ونعصبو، وكنتمنى يعني يكون فيديو يعني غير يعني راسي قال لي نضحك معاه ونشد فيه ساعه بصح يعني كانت معقول. شديت فيديو بصح عصبته. المهم البنات ما تنساوش انكم يعني تخليو اللايكات ديالكم وتسناونا الفيديوهات ان شاء الله. غادي نحاول يعني نبقى مره ندير شي حاجه نيت اللي غادا تشد فيه يعني ديال المعقول، وخا دابا راه مشديتي مزيان بغيتش نطول صافي شد عصبت دغيا. المهم البنات نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع حلقات او مع وصفات اخرين. السلام عليكم.